لم تكن إضاعتهم لها بتركها من كلية، ولكنهم أضاعوا وقتها فلم يصلوها في وقتها. والله أوجب أداءها جماعة في بيوت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. بل لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم فاقد البصر من الإتيان لها. فقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائم يقودني إلى المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. وكان الصحابة يؤدونها جماعة ولو مع المشقة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال ربيعة بن خيثمة رحمه الله: إن استطعتم أن تأتوها فأتوها ولو حبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.